بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلبة، حضرتنا اليوم إن شاء الله استكمالا للمحاضرة الماضية عن استخدامات الإنزيمات في صناعة الخبز. اليوم إن شاء الله حنحكي على الدهون، وبالتالي لازم نعرف أو بدنا نحكي على الإنزيمات الخاصة بالدهون زي إنزيم اللايبيز. فقبل ما نحكي عن إنزيم اللايبيز بدنا نعرف مفعوله على الدهون. فالدهون بشكل عام الليبيدات تنقسم إلى 3 أقسام: simple lipid, compound lipid, derived lipids. والsimple lipid هي عبارة عن triglyceride واكس الشموع. الcompound lipid هي عبارة عن phospholipid, plasmalogen, lipostol, cetol و sphingomyelin. والderived lipids اللي هي الفاتي acids. lipases هم عبارة عن جليسرول إيستر هيدروليزز، بالنسبة للتصنيفات هي 3-1-1-3. وأنزيمات أيضا الدهون الخاصة بالدهون زي أنزيم الفوسفولايبيزز اللي هي تايب 2 اللي هي EC3114، أو فوسفولايبيزز من نوع تايب 1 الطبيعي طبعا اللي هي EC3112. وبالتالي الاختلاف بين تايب 1 وتايب 2 هي موقع اللي بيعمل فيه الفوسفولايبيز على كسر الأحماض الأمينية للأحماض الدهنية من اللي هو الدهون. Are recognized additional tool for improving bread making properties and in the particular for their strong positive effect. وبالتالي اللايبيزز لها تأثير إيجابي كبير على صناعة الخبز، وخصوصا على الدو اللي هي العجنة بشكل أساسي conditioning and dough characters اللي هي خصائص العجين بشكل أساسي عند استعمال أنزيمات اللي هي أنزيمات اللايبيز أو أنزيمات اللايبيزز. Lipases hydrolyze ester bond of acyl glycerol yield mono and diglycerol, diacyl glycerol, free fatty acids and some cases also glycerol. وبالتالي إذا كان في بعض الأحيان تحطيم الدهون الثلاثية لترايجليسرايد بفعل أنزيمات اللايبيز تتحطم لدايكليسرايد أو مونوكليسرايد، بعض الأحيان بيكون التحطيم كامل وبتتحرر الأحماض الدهنية وبتحرر الجليسرول. Lipases can generally be divided into 4 groups according to their specificity. هي 1 substrate specificity lipases, regio selective lipases, fatty acid specific lipases and stereo specific lipases. هذه الثلاث تصنيفات اللي بتتصنف على اساسها انزيمات اللايبيزز. بشكل عام تاثير الانزيمات اللايبيزز او انزيمات الفوسفولايبيزز على اللي هو دهون اللي موجودة في حبة القمح، فبالتالي قبل وبعد اللي هو الاستعمال الأنزيمات. فعندي مثلا مادة الداي جلاكتو جلاتوسيل داي جليسرايد، هذه المركب كلياته هي عبارة عن دهون مع اللي هو السكر الجلاكتوز، ويرمز له بالرمز دي جي دي جي. بفعل أنزيم اللبيز بتديني اللي هو دي جي ام جي اللي هي من داي اجليسرايد الى مونو اجليسرايد. اما اذا كانت الدهون على شكل فوسفوتيديل كولين بي سي، بفعل انزيم الفوسفولايبيزز الفوسفولايبيز بيدينا ليوسيل فوسفوتيديل كولين ال بي اس البي اس سي اللي هي مادة الليستين بتتحول لمادة لايزو فوسفاتيديل كولين. تأثير اللايبيزز ان بريد ميكينج اللي هي 1 3 سبيسيفيك لايبيز امبروف دو هاندلينج بروبرتيز، كيف اللي هي اللي بصير تحسين في خصائص استعمالنا او طريقة تشكيل العجين بشكل اساسي. تو امبروف دوت تو انكريز دو سترينث اند ستابيليتي، قوتها وتماسكها وصلابتها. دو ماشينابيليتي اللي هي
كيف إنها بتتحمل الصناعة أو بتحمل المكن في أثناء تعامل المكن مع الخبز. هاند انكريز اوفن سبرينج، وهذه حكينا عليها انه هي ربيع الخبز او ربيع عملية الخبز، انه تتفتح او بيستوي او بينضج بسرعة الخبز. Beside this such lipases also improve crumb structure and in crumb points. بيحسن في تركيبة لب الخبز وكمان اللي هو بياض الخبز. احنا ملاحظين هنا اللايبيزز له تأثير على اللي هو على الخبز، بيزيد بالحجم وبيزيد ببياض اللي هو الكرامب اللي هي اللب الموجود في الخبز. فانجل الفا اميليز is the basic enzyme used breaking meat. This experiment used fungal amylase and lipase. وبالتالي في التجربة هذه اللي استعملناها هنا استعمل الألفا أميليز وكمان اللايبيز. In final result in figure 2 اللي يعني شايفينه هذه شو texture is much better، أحسن اللي هي الملمس أو المحتوى للرغيف كان أحسن than control without lipase compared with result experimental texture of LP اللي هي 400، هذا اللي هو اللايبيز المصنع بواسطة الجينيتيك موديفيكيشن. من الأنزيمات الأخرى تستعمل في صناعة الخبز اللي هي أنزيمات الأكسيدو ريدكتيز، والأكسيدو are widely distributed among microbial plant animal organisms. These enzymes catalyze the exchange of electrons, redox equivalent between donor and acceptor of organ. يعني الأكسدة دور اختزال اكتساب وفقد الالكترون. This occur in reaction involving electron transfer, proton absorption, hydrogen extraction, hydride transfer, oxygen insertion, or other key steps. To complete this physiological function, oxidoreductases have various redox active center. لها مراكز لعملية نقل اللي هي الإلكترونات وتبادل الإلكترونات فقدها واكتسابها. Common redox centers include amino acids أحماض أمينية مثل ions اللي هي معادن، أو metal complex زي الـ Fs اللي هو iron sulfur calcium cluster، أو coenzyme زي الـ FAD الـ NAD و PT بترين بترين بي كيو يو. البترين هو عبارة عن هيترو سايكليك كومباوند كومبوز بترين رينج اللي هي سيستم زي الرينج اللي احنا شايفينها، حلقتين من من البنزين متوصلات بعض بعضهم وفيهم ايش فيهم اللي هو عنصر النيتروجين. Many oxidoreductase substrate such as carbohydrate, unsaturated fatty acid, or phenolic and thiol containing proteins. هي السبستريت للانزيمات هذه اللي هي اللي بيعمل عليها الانزيمات هي ممكن ما تكون كربوهيدرات او احماض دهنيه، ولكن ان ساتوريتد او فينولات او ثيول جروب بروتينات اند امبورتنت كومبوننت اوف وايت فلاور. وهذه كلها هي المواد هي عباره عن مركبات اساسيه في دقيق القمح. This modification by oxidation reductases may lead to new functionalities and quality improvement and or cost reduction. هذه الاستعمالات في الأكسيدوريدكتيز ممكن تكون يؤدي إلى من ناحية الوظيفة ومن ناحية جودة تحسينات في الجودة، أو حتى في بتستعمل لتقليل من تكلفة صناعة الخبز. Classification. الأكسيدات can be classified according to their amino sequences, their 3-dimensional structure، ممكن نصنفها على أساس اللي هو الأحماض الأمينية اللي بتكون الأنزيمات الأكسيدوراكتيزز، أو their dimensional structure هو تركيبها الثلاثي، or their application أو كيف استعمالاتها. That is type of catalyst and cofactor dependence إلى آخره. In later classification according to applications من ناحية التصنيفات ومن ناحية
الاستخدامات بنصنفها لأربع جروبس، كان بي distinguish اللي هي أوكسيديزز، بيروكسيديزز، أوكسيجينيزز أو ديهيدروجينيزز أو ريكتاتيزز. Non-specific agents such as iodate, peroxide, ascorbic acid, potassium bromate, and azocarbamide, carbamide, and all have gliatin strengthening effect. يعني هذه المواد كلها إلها في دور تقوية مادة الجليتين اللي هي عنصر أساسي في العجنة أو في الخبز. By inducing the formation of protein-protein bonds that strengthen the protein network and thereby strengthen the and stabilize the dough. اللي هي تقويات واللي هي صلابة العجن. بشكل عام الجل البروتين اللي بيتكون في صناعة أثناء خلط مع أو عجن للدقيق بصير في عملية، لو أخذنا المنحنى هذا في حالة الميكسينج وفي حالة الريست تايم، إحنا بنعرف إحنا لما بنعجن بنخلي العجنة ترتاح، إحنا بنقول عليها بعض الوقت من حوالي من ربع ساعة لنص ساعة ونشوف إيش اللي بيتطور. وبالتالي لو بدنا إحنا نشوف عملية البرسنتج أوف جيلي بروتين اللي هي من زيرو لمية كيف تتكون في أثناء الخلط أو العجن، بتتم أضعاف أو عدم تكوين أو تقليل من الجل بروتين، ولكن بعد يعني هي من زيرو لحوالي 9 دقايق كانت كمية اللي هو الجل بروتين انخفضت، ولكن بتبدأ تتشكل كمان مرة أثناء راحة العجنة وتتكون الجل بروتين كمان مرة بشكل أساسي. Broken down and rebuilding of gel protein during dough mixing and dough rest. Oxidases in baking اللي هي الانزيمات الاكسده في عمليه الخبز. oxidizing effect can also be obtained by using enzyme instead of chemical dough conditioner. احنا ليش نستعمل بعض الكيماويات في اكسده اللي هو المواد الموجوده في الطحين، ممكن نستعمل هي الانزيمات. وفي التيبل هذا بودينا اللي هو عده انزيمات موجوده بتستعمل بشكل تجاري. Oxidases investigation or commercialized for bread making application. الأوكسيدوغلوكوز أوكسيديز، الهيكسو أوكسيديز، البيرونيز أوكسيديز، السلفوهيدريل أوكسيديز، الجلوتين، الجلوتاثيون أوكسيديز، الجلوتاثيون ديهيدروجينيز، ال DHA ريدكتيزز، الديفينال أوكسيديز، كاتيكول أوكسيديز، اللاكيز، الاسكوربيك اسيد اوكسيديز، البيروكسيديز، الجليتاثيون بيروكسيديزز، الليبو اوكسيجينيزز، وتايروسينيز اللي هي بوليفينول اوكسيديز يطلق عليها. وهذه هي تصنيفاتها، وزي ما احنا بنشوفها بتاخد الرقم كلها في البداية رقم واحد في تصنيفاتها، يعني هي تابعة للمجموعة الأولى من التصنيفات الأنزيمات اللي هي الأوكسيدو ريدكتيزز. هذه بشكل عام مجموعة اللي هي التفاعلات اللي بتحدثها انزيمات الاوكسيديزز زي السلفوهيدريل اوكسيديز، زي ما ملاحظين دي الجلوتاثيون اللي هي تي جي اس اتش، وهنا بنلاحظ تحولت ايش لجي اس اس اللي هي الجي جي الجي اس جي اس اس جي اللي هي صار في عندنا ربط في مجموعات اللي هي السلفوهيدريل جروب اللي هي الثيول جروب وتكون الماء. الجلوكوز بواصل اكسده بيدينا جلوكونولاكتون اللي هي بيدينا بيتكون البيروكسيد. لو الكاتاليز بيكسر البيروكسيديز اللي بدينا اياه لماء واكسجين. البيروكسيديز ايضا فيروليك اسيد اللي هو بنتوسانز اللي هي بتكون اللي هي بنتوسان كومباوند، او بفعل اللي هو البوليفينول اوكسيديز بيتكون بنتوسان بروتين او بروتين، وهذا اللي بيتكون بتقوي اللي هي العجن. البوليفينول اوكسيديز بيدينا اكسده وبيتكون ما يعرف بعمليه البراونينج. ليش احنا زي ما احنا نشوف في محاضرات قادمه ان شاء الله، انزيم الفينول البوليفينول اوكسيديز هو الانزيم اللي مسؤول عن تكوين اللون البني
في المكونات هذه، وبالتالي زي ما شفنا أيضا اللون البني أثناء عملية الأكريلاميد كيف بيتكون في المواد اللي فيها المركبات الكربوهيدرات، والمواد اللي فيها اللي هي البروتينات. فاللون البني بيتكون فعلا الإنزيم البيلي فينول أوكسيديز. كمان في عندي دي اتش ده هو الريدكتيزز، ده هو الانزيم اللي احنا حكينا عليه الجلوتاثيون دي ريدكتيز، وبيتكون في عندي الاسكوربيك اسيد بديني اللي هي كمان مره داي هيدرو اسكوربيك اسيد اللي بيفعله ايضا بالداي هيدروكسوربيك اسيد بيتكون لها كاربو الاسكوربيك اسيد. اللايبو اوكسجينيزز اللي هي البولي ساتوريتد فاتي اسيد بيتحول الهيدرو بيروكسيديز، وهذه طبعا اوكسيديتيف ريسيدنت بتحدث اللي هي التزنخ، وبالتالي نفس العملية اللي بنحكي عليها اللي هي السلفر سلفر ديهايدريشن اللي هي البوند زي الجلوتاثيون بالضبط، اللي هي انزيمات اللي زي انزيم الجلوكوز اوكسيديز اللي بيستعمل في صناعة الخبز ايضا، وبيستعمل وبالتالي بيحسن من صفات الخبز. فالجلوكوز اوكسيديز كان انهانس اوبريشنال بيرفورمانس ان فينال ريزلت، وكان انهانس اللي هي فوليوم اوف بريد بيتحسن في اللي هو حجم الخبز. احنا بنلاحظ في تحسين في استخدامنا للحجم الرغيف الخبز اثناء استعمالنا لانزيم الجلوكو اوكسيديز، وهذا طبعا جي او 1 اللي هي بتعديل انزيمات اللي هي الانزيمات تعديلها الوراثي جيناتيك. الانزيمات اللي ايضا تستعمل في صناعه الخبز البروتييزز اللي هي بروتيوليتيك انزيم also referred to as بروتييزز بروتينيزز او بيبتيديزز، هذه كلها تسميات لايش الانزيمات البروتيز كاتالايز ذا هيدروليسيس اوف بيبتايد بوند ان البروتين، هي بتكسر وبتحطم اللي هي الروابط البيبتيديه في البروتين. A wide variety of peptides exist in nature, plant, material, animal, tissue and many different microorganisms. Commercially, the proteases are by far the largest group of enzymes sold in a wide variety of applications. هي تعتبر من الأنزيمات الأكثر مبيعة واستخداما في الصناعات، سواء كان الصناعات الغذائية أو صناعات الخبز أو صناعات الأخرى. Commercial proteases can be cereal or other plant material, animal, fungal or bacterial origin. البروتيزز مصدره اللي هو الحبوب أو الحيوانات أو الفطريات أو حتى البكتيريا. In contrast, for example, amylases proteases do not differ much in terms of heat stability. زيه زي الأنزيمات الأخرى اللي هي اللي مقاومته للحرارة وثباته في الحرارة. They differ widely, however, in terms in pH dependence and in even more in terms of catalytic specificity. Classification للبروتيزز، في يعني البروتيزز can be divided into two subclasses, endo proteases أو exo. احنا بنعرف ايش يعني endo يعني ايش exo. endo اللي هو تحطيم البيبتايد بوند داخل الملحام داخل البروتين، اما الاكسو فمعناتها الخارج، فهو بيكسر الروابط البيبتيدية في من خارج اللي هو البروتين. اندو بروتيزز النوع الأولاني أيضا كان further subdivided into four groups اللي هي سيرين بروتيزز، سيستئين بروتيزز، أسبارتيك بروتيزز أو ميتالو بروتيزز، وهذا طبعا فيهم اختلافات في العمل. إكزو بروتيزز أو بيبتيدزز subdivided into two classes اللي هو كاربوكسي بيبتيديزز وامينو بيبتيديز. ليش؟ لانه انا بعرف ان البروتين له طرفين، طرف كاربوكسيل جروب وطرف امينو جروب، فالكاربوكسيل جروب هي اللي بتبدا من الكاربوكسيل جروب، فعندي الانزيمات هذه اسمها كاربوكسي بيبتيديز، اما اللي بتبدا من جهه الامينو جروب فتسمى امينو بيبتيديز.
Proteases in baking في عملية الخبز. Proteases have a long history in baking, making and bread making and are traditionally used in term to treat baqido resulting from a wide over strong and too elastic full. طبعا احنا في يعني بنلاحظ انه اثناء عملية العجن وتشكيل اللي هي الرغيف احنا بنحاول نعمله زي الكورة بالشكل هذا، فالباقي ضوء اللي هي بالشكل هذا الشكل المحبب للتكوين. فأثناء عملية علاجنا أو استخدامنا للبروتيزز احنا بنقدر نشكلها الرغيف بالشكل أو العجين بالشكل هذا، وبيكونش في عندنا مشكلة العجين بالشكل انه يكون هو لزج وبيتشكلش بالشكل المناسب، لأنه هذا بهمنا أيضا في عملية اللي هو صناعة رغيف الخبز حتى سواء كان يدوي أو حتى كان في استخدامنا للمكن. إذا كان بالشكل هذا الماكينة ما بتقدرش تعمل رغيف الخبز بالشكل الدائري الصحيح، أما إذا كانت بالشكل هذا اللي هو البقي دو بكون عمليتها أسهل. فدو هاندلينج بروبرتيز عملية استخدامنا أو عملية استخدام العجين باليد. وات آر داي هاندلينج بروبرتيز، فبالتالي لازم يقول هي extensibility و elasticity و resistance of deformation tendency أو stickness، وبالتالي هي مش لازم تكون لزجة على الآخر العجنة أو لازم تكون اللي هي تكون اللي هي عملية الديفورميشن، عملية انه تكون شكلها غير مناسب. Functional effect of proteolytic enzymes، وبالتالي هذه كلها مواصفات، عشان هيك احنا قلنا واحدة من الانزيمات اللي بتستعمل بكثرة في صناعة الخبز لأنه لها تأثيرات كبيرة جدا على اللي هو الصناعة أو العمل الخبز، اللي هي reduction of mixing time، تقلل من عملية الخلط، اللي هي دو improvement of دو machinability اللي هو في الاستخدام المكن، improve of gas retention بتزيد أو بتحسن من انطلاق الغاز في اللي هو رغيف الخبز due to better extensibility، وبالتالي improve pan flow. البان فلو اللي هي طريقة تحرك الرغيف على اللي هو الشريط أو المكن اللي بيتحرك إلى داخل اللي هو انفير داخل الفرن، and roll production improvement grain and crumb texture القوام اللي هو اللب سواء كان حبوب أو لب، وبالتالي improve water absorption بتزيد أو بتحسن من امتصاص الماء، improve color and flavor. كل هذه المواصفات هذه خلت البروتيتيك انزيمات مهمة في صناعة الخبز. Hydrolyzing enterically located peptide will have a much more dramatic biological effect. اللي هي لها تأثير على تحطيم أو تأثير البروتيك انزيم في على داخل البيبتايد بوند الداخلية، وبالتالي لها تأثير على رائحة اللي هو الخبز than in the removal of terminal amino أو الديكسيدي اللي هي إيش by action of exo acting peptidase. Other enzyme اللي هي انزيمات تستخدم أيضا في صناعة الخبز اللي هي انزيمات زي انزيم ترانس جلوتامينيز. It has been found trans glutaminase improve resistance of to مقاومة العجنة to stretching اللي هي التمدد، بزيد من عملية اللي هي تماسك العجين، وبالتالي هو بيقاوم من عملية تمدد للعجين، وبالتالي الترانس جلوتامينيز بيرمز بالرمز دي جي اي از اللي هي is an enzyme accessible from various sources that is widespread in animal planting and the plant kingdom. وهي زي ما انتم ملاحظين الترانس جلوتامينيز بينقل المجموعه زي ما المجموعات في الجلوتامين بينقلها وبربطها مع انزيمات مع اللي هو زي اللايسين، وبالتالي هذا هو عمل الترانس جلوتامينيز. فالتي جيز اللي هي is perfectly added weak
wheat flour in order to strengthen gluten properties. وهنا بيجي دور العمل الانزيم هذا. زي ما انتم ملاحظين احنا في بعض الاحيان بنستعمل اللي هي طحين بجودة غير مناسبة، وبالتالي استخدام الانزيم ترانس جلوتامينيز بيحسن من الطحين اللي مصدره اللي هي ايش، اللي هي ويك الويت فلاور اللي هو بيكون فيه ضعيف بالنسبة للجلوتين. ترانس امينيزز ان جلوتين فري بريد. واحنا يمكن حكينا قبل هيك على السياليك اسيد، السياليك ديزيز، سيلو برماز البرام السي دي از اكرونيك انتروباثي caused by intake gluten protein from widely prevalent food sources such wheat القمح أو الذرة أو الشعير أو حتى إيش أو حتى الشوفان. في ناس اللي بيعانوا من المرض المعروف بالسياليك ديزيز إنهم يصير عندهم اللي هو عدم قدرتهم على تناول الخبز. ليش؟ لأنه الخبز فيه جلوتين، والجلوتين هذا بسبب لهم حساسية، وبالتالي هم متحسسين من الخبز اللي بيحتوي على مادة الجلوتين. وبالتالي احنا إذا بنخلص الخبز من الجلوتين بيضعف الخبز، وبالتالي عشان نحسن من الشكل هذا currently only effective treatment for CD is a strict long life renunciation of gluten containing food. وبالتالي كل الأدوية كل الأكل اللي فيش اللي ما في اللي فيه جلوتين لازم يبعد عنهم الأمراض اللي الناس اللي بتعاني من مرض السيليك ديز. ترانس جلوتامينيز كان بي تول تو امبروف ذا ستراكشر اوف جلوتين فري بريد. وبالتالي هو الترانس جلوتامينيز جلاتينيز اللي هو بيحسن من الخبز اللي مصنوع بشكل أساسي من الجلوتين فري. When in the enzyme is used combining with right protein structure for example milk protein أو egg protein، يعني بمعنى أصح الإنزيم هذا بيعمل بشكل أصح أكثر وبيحسن من الجلوتين فري بريد من جودة اللي هو الخبز اللي ما فيش فيه مادة الجلوتين، لازم يكون أيضا مع بعض المواد اللي هي بروتينية زي بروتين الحليب أو بروتين أيضا البيض. بروتين ورك أر فورم ريزلتنج إن إمبروفينج فوليوم، وبالتالي بيحسن في الحجم وبيحسن في الكرامب ستراكشر في اللوب أند أوفر أول كواليتي، وبيحسن بشكل أساسي في مجموع الجودة بشكل عام. أنزيمات الإندو glucosidases اللي هي type 2 endoglucidases are category hydrolysis enzymes which are capable of cleaving specific internal glycosidic linkage found in glycoprotein. فهذه الانزيمات اسمها endo glycosidases، هي بتكسر الروابط الجلايكوسيدية اللي موجودة في داخل اللي هو البروتينات، لما خصوصا لما يكون البروتين على شكل جلايكوبروتين يعني بروتين وكربوهيدرات. These endoglycosidases cleave all or part of carbohydrate moiety from a glycoprotein depending on local of the reactive glycosidic linkage ان جلايكوبروتين. طبعا هذا بيعتمد على اساس انه وين موجوده او في اي مكان موجود اللي هي الكربوهيدرات مع البروتين. Example of type 2 endo glycosidases include endo، لاحظوا ملاحظين كلهم endo، بيتا الفا بيتا ان اسيتيل جلاكتوساميدينيز جلاكوساميدينيز او ان اسيتيل جلاكتوسامينيديز او اللي هي الان جلاكتو سيديزيز أو بيبتايد أن أسيتيل بيتا جلوكوساميل أسبراجين أميديز أف أند الجلايكو بيبتايد أن جلوكو سيديز. This done with purified endoglycosides revealed that enhanced dough relaxation. هذا كمان الانزيمات الاندو جلوكوسيديزيز بتؤدي إلى تحسين في عملية اللي هو راحة العجين أو بيرتاح بشكل أسرع.
These examples as by ascending bitter gluten network formation بتؤدي لتحسين في عملية تكوين شبكة الجلوتين after removing side effect side chain from gluten protein which could hinder building اللي هو up gluten network. أنزيمات أخرى تستخدم في صناعة الخبز أيضا أنزيمات السيلوليزيز. أنزيمات السيلوليزيز يعني هي بتعمل على مادة السيلولوز for cellulose breaking down. The combining action of several enzymes is required. أول شيء اللي هي السيلوليزيز هو عبارة عن إندو 1-4 بيتا دي جلوكونيز اللي هي EC3214 is the most relevant one هي أكثر شيوعاً. 5 general type of cellulases based on type of reaction catalyzed and can be identified. عندي 5 أنواع من cellulases. في عندي الإندو cellulases, الإكسو cellulases والسل سيلوبيوز أو بيتا جلوكوسيديز. في عندي oxidative cellulases وفي عندي cellulase فوسفوليز سيلوليز فوسفوليز. هذه هي الخمسة لها مواصفات كل واحد منهم في أي مكان بيعمل زي البريك زي مثلا الاندوسيلوليز بريك انترنال بوند. الإكسو اللي هي كليج 2-4 يونت فروم 1 فاسايت. في عندي اللي هي ايش البيتا جلوكوسيديز هيدرولايز اندو هيدرولايز اندو سيلوليز برودكت انتو انديفيديوال مونوساكرايد. الأكسيداتيف سيلوليزز ذات دي بوليمرايز سيلوليز باي راديكال رياكشن دي بوليمرايز يعني بفك البلمرة اللي فيها. سيلوليز فوسفوليز ذات دي بوليمرايز سيلوليز يوزينج فوسفيت انستيد اوف ووتر. أي واحدة من المواصفات اللي هي أنزيمات اللي هي الإندوسيلوليز بيكسر السيلولوز بيحوله ل يحول أيضا للسيلولوز ولكن بعدد قطع أقل من الكمية الكبيرة اللي موجودة هذه اللي هي أساسها اللي هو البيتا دي جلوكوز زي ما احنا بنعرف. الإكزوسيلوليز بيديني سيلو بيوز أو سيلو ترايوز يعني ممكن يكون عبارة عن وحدتين من السكر البيتا جلوكوز أو 3 وحدات من السكر الجلوكوز مع بعضهم البعض. سيلولوز اللي هي البيتا جلوكوسيديز بيكسر الروابط هذه اللي بين الوحدتين وبيدين وحدات الجلوكوز اللي هي على أساس على شكل موجود على شكل اللي هو بيتا دي جلوكوز. The positive effect is due to breakdown cellulose fiber تكسير اللي هي الفايبر الياف اللي موجود الياف السيلولوز enable better gluten development بيحسن من تكوين الجلوتين and improve proofing stability بيحسن من الثبات المرتبات increase dough tolerance and enhance volume وبالتالي بيزيد الحجم وأيضا التكستشر اللي هي القوام and appeal in wide whole grain bread type. The most important effect are an improve اللي هي bread volume وكمان improve crumb structure اللي هو تركيب اللب والحجم. فاحنا ملاحظين هنا في عندي الانزيمات اللي هي effect of cellulose hydrolysis on dough characters and loaf volume اللي هي زي ما احنا ملاحظين في عندي عدة انزيمات واحنا استعملنا منهم الدوز يعني كميات الانزيمات اللي اضفناهم والدو كواليتي كميتها هل في عليها تحسن ولا فيش عليها تحسن. كمية الحجم قديش زاد الحجم والكرامب اللي هو ستراكشر تركيبة اللب زي ما احنا ملاحظين هنا الريفرنس هو ايش هو الكنترول. فالكنترول هنا بياخد بالنسبة للتحسن في البداية احنا ما ضفتش عليه ولا اشي وبالتالي بياخد زيرو لكن الفوليوم احنا الفوليوم اللي هو الاساسي عشان هيك الدينامية كويس يعني حجم رغيف الخبز أخذ الحجم اللي احنا بدون ما نضيف عليه أي أنزيمات في تصنيعه. الكرامب هي نفسها كمان أخذت زيرو ليش؟ لأنه ما فيش عليها تحسن لحتى الآن لأنه احنا ما ضفناش أي أنزيم من الأنزيمات هذه اللي لها علاقة في التحسين اللي هو الفوليوم أو تحسين الكرامب ستراكشر. لما استخدمنا الزيرونيز
زيلونيزز سواء كان 50 أو 100، أو استخدمنا سيليو هيدروليز أو استخدمنا سيليو بايو هيدروليز. سيليو بايو هيدروليز الـ CPH والـ CBH كمان بكميات مختلفات، أو استخدمنا تنين مع بعضهم السيليو بايو هيدروليز والزيلينيز. ولاحظوا هنا الفرق، كل ما استعملنا كميات أكبر كل ما كان في تحسن أكبر. يعني بالنسبة للكواليتي في الأنزيمات هذه مع بعضهم كان التحسن عبارة عن 1+1 أو إيش +1، أو صار لما زودنا السيليو بهيدروليز كان التأثير كبير. بس فهذا التكبير الكبير هذا لوحده، لكن لما استعملناهم مع بعض كان التأثير على الجودة، والتأثير كمان مرة على النوعيات هذه كلها، هي تأثير الكرامب ستراكشر والفوليوم. فلاحظ الفوليوم انتقل من 100، زاد مع عميق صار ل 115. فأكثر شيء 115 كان لأنه احنا استعملنا الزيلونيز مع اللي هي السي بي اتش اللي هي سيليو بايو هيدروليزز وبكميات اللي هي 50 و10، وبالتالي كان في عندي حجم أكبر. وبالنسبة للتحسن في الكرام استراكشر كان بكميات أكبر.